هي مناسبة في الحقيقة تختلط فيها المشاعر، فيها فقد من جانب ربما يتطلب العزاء، وفيها من جانب آخر عطاء كبير، عطاء العزة والكرامة والشموخ والإباء. وهكذا أعتقد ينبغي أن نغلب المشاعر الإيجابية ونستلهم من قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بهذا المعنى أعتقد ينبغي أن نبارك أولا لعوائل الشهداء الذين اصطفى الله من أبنائهم هذه الثلة الطيبة المباركة، فارتقوا إلى الباري جل وعلا يرفعون ظلامة هذا الشعب، ودخلوا بسلام آمنين جنات الخلد. لقد سبقونا إلى حسن الخاتمة، أسألك اللهم دائما، أسأل الله حسن الخاتمة. في هذه المناسبة أود أن أقول أولا للشهداء: وقد سبقونا إلى جنان الخلد، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم فخامة شهدائنا الأبرار، سبقتم وسطرتم بدمائكم جانبا من سفر نصرنا العظيم القادم حتما، لقد ذدتم عن حمى هذا الوطن السليب والمعطاء، وحتما ستجرف دماؤكم الزكية زيف الطغيان والبغي والضلال، لقد كتبتم بدمائكم الغالية وبخط أحمر يقرأه الجميع ويقرأه على وجه الخصوص كل أصيل ينتمي لهذا الوطن العظيم، مفاد ما كتبتم ألا رجعت عما سالت لأجله دماؤكم الطاهرة. لا تفريط لما سفكت في سبيله تلك الدماء الزكية، ولما دفعت ثمنا له أو أزهقت ثمنا له أرواحكم الطاهرة. لا بخل على الوطن بعد هذا البذل الكبير، لا تقصير بعد هذا الإقدام، ولا رجوع بعد هذا التقدم، والأهم لا خيانة بعد هذا الوفاء الكبير. نعاهدكم فخامة شهدائنا الأبرار أن على الدرب ماضون وعلى نهجكم سائرون، وعلى الوطن الذي وللوطن الذي صنتم ثراه ساهرون، وفي الدرب الذي مضيتم فيه مواصلون، للعدو الذي تمادى في الجور والظلم على شعبنا وأرضنا، ومن العدو الذي تمادى ظلما وجورا على شعبنا وأرضنا منه متبرئون معادون، ولدمائكم الزكية بالثأر حتما آخذون. والله ورسوله شهداء على ما نقول. في إحياء ذكرى الشهداء يقترن تجديد العهد لهم بالمضي على ذات النهج ومواصلة طريق النضال، كما أن أعظم وفاء لهم في ذكراهم العطرة هو التفاف الشعب البحراني حول أسر الشهداء، وأن نستحي من كرم الشهداء ومن بذلهم الكبير. لقد بذلوا دماءهم ليحقنوا دماء الشعب
بذلوا أعمارهم لنحيا، خاضوا غمار الأخطار لنسلم ونأمن. فأعظم ما نقدمه كإحياء في ذكراهم أو لذكراهم أن نشتغل بذكر الشهداء، وأن نشيد بشجاعتهم وببطولاتهم وبإقدامهم. واجب كل القوى، واجب على كل القوى التي تأخذ على عاتقها حمل قضية هذا الشعب، أن تربي الأجيال على ثقافة الاستشهاد، وتنشر سير هؤلاء الشهداء وكيف بلغوا هذا المقام الرفيع. فالأمة لا عزة لها إلا بنهج وثقافة الاستشهاد والجهاد. وإن أعظم وفاء للشهداء أن نذكرهم ولا ننساهم، وأن نعطيهم كما أعطوا، أن نوفي لهم كما وفوا، أن ننهج نهجهم ونطهر ونزكي أنفسنا كما طهروا حتى زكوا وتساموا واصطفاهم الله سبحانه وتعالى، ثم أن نخلفهم في أبنائهم، وأن نشعر أبنائهم أنهم أبناؤنا. يعني كل ابن فقد أباه ينبغي أن يشعر أن كل الآباء هم فعلا وعملا وليس مجرد قول، هم آباء لأبناء الشهداء. وأن كل بحراني أب لأولاد الشهداء، وأخا لإخوانهم، وعائل لمن فقد عائله. ألا يستحق شهداؤنا أن نكرم أسرته، أبناءه، زوجته، أباه، أمه؟ وقد أكرموا كل الوطن وكل ذرة في ترابه. أقول سلام الله عليكم أيها الشهداء الأبرار، وسلام الله على كل أسرة اصطفى الله منها شهيدا، وسلام على كل أب وأم وأخ وأخت للشهداء. نعاهدكم ونكرر العهد ولا نمل أننا على الدرب ماضون. في هذه المناسبة لو أصعينا السمع بالقلب لسمعنا أن أرواح الشهداء تطلب منا أن نتحد، وكأني بهم في عليائهم يقولون: يا شرفاء البحرين، يا مناضلين في البحرين، اتحدوا اتحدوا، هذا هو الطريق القويم الذي يمكن أن يخدم قضية الشهداء، وكل ما عداه اسمحوا لي قد لا يتجاوز مجرد كلمات مكررة. في هذه المناسبة أيضا في عيد الشهداء مواقف سجلها التاريخ، وبمواقفهم التي سجلوها في التاريخ فسجلوا أنصع الصفحات ورووا أديم أوال بدماء زكية طاهرة، وعبر حياتهم غرسوا المزيد من شتلات الحرية والفداء، وعلى الأقل بالجانب المعنوي مرغوا أنوف الغزاة وواجهوا في أكثر من ميدان وبقبضات عزلاء وصدور عارية رصاص جحافل المرتزقة من شتى أصقاع الأرض. كثير من شهدائنا كانوا في مواجهات خلال استشهادهم، ذادوا عن حياض الوطن
ببسالة وشجاعة لا نظير لها. عبد الشهداء بدمائهم طريق النصر، وفي رحاب ذكرى عيدهم يستعد البحرانيون حتما بشتى أطيافهم وطوائفهم للاحتفاء بهذه المناسبة لما لها من دلالات مهمة ومعان عميقة يجدد فيها الشعب البحراني الأبي العهد والولاء والوفاء بالمضي قدما على نهج الشهداء دون كلل أو ملل، مؤكدين الثبات والصمود في وجه الطغيان والاستعداد للنفير إلى ساحات العز والشرف وميادين البطولة والإباء لدحر الغزاة وإن طال الأمد. لابد من تطهير كل شبر وطأته أقدام الغزاة الخليفيين والمحتلين السعوديين. في هذه المناسبة ينبغي أن نوجه التحية لذوي الشهداء، كل الشهداء. يجب أن نحمي روح الشهيد التي ترف في هذه في مثل هذه الأيام من كل عام. لقد قدموا أنفسهم دماءهم قربانا في سبيل الدفاع عن أرضنا وعرضنا وعن ترابنا المقدس. حري بنا جميعا الاهتمام بأسرهم. إنهم انتقلوا إلى جواره سبحانه وتعالى فرحين بما آتاهم من فضله، في عيدهم الأغر، ونحن نحيي هذه المناسبة بما يليق بعظمتها وقداستها. ينبغي أن نشير إلى سيرهم ونتذكر عطاءاتهم الكبيرة، وينبغي أن يحدث كل منا نفسه إذا كان حقا يسير على دربهم أن يحدث نفسه بأنه أيضا مشروع استشهادي. مهما تحدثنا لن ننفي الشهداء ولا القليل من حقهم، لأن ما قدموه كبيرا وما بذلوه عطاء عظيما مستمرا. أدعو جميع أبناء شعبنا البحراني بمختلف طوائفهم وفئاتهم وتوجهاتهم إلى التفاعل الكبير في هذه المناسبة بإحياء، وهذا واجب وطني وأخلاقي، وهو أقل ما يمكن أن نقدم. إن المناسبة تعكس روحا جهادية عاشت في البحر أو وجدت في البحرين منذ قديم الزمن. وليس اسمحوا لي ليس صحيحا أن نؤرخ للشهداء فقط منذ الانتفاضة التسعينيات، كما تفضل وسبقني بعض الإخوة بأن تاريخ الشهادة في البحرين قديم جدا، على الأقل التاريخ المدون هناك 100 عام. في رسالة من الديلي ميجر إلى المعتمد البريطاني في 3/1/1922 يسرد فيها جانبا من مظالم شعب البحرين، ويذكر فيها بأن حمود بن صباح وهو أحد أفراد العائلة الحاكمة قد قتل الحاج حسين العريبي من قرية توبلي إن لم تخن الذاكرة.
ثم تم أخذ ابنه وسجنه ليتعهد بأن والده مات حتف أنفه ولم يكن قتيلا، عفوا شهيدا. في نهاية المطاف، أو في نهاية، عفوا في نهاية كلمتي هذا، أؤكد على أن أكبر وفاء للشهداء أن نعلي من روح الوحدة بين كل الفئات. تجاربنا مريرة جدا مع الانقسام، مع التشرذم، والوحدة ليس فقط يعني بين المناضلين، الوحدة مع كل الشرفاء الذين يمكن أن يقدموا دعوة دعما لهذا الشعب في الإقليم وفي العالم. أن ننفتح على العالم، أن نتواصل مع الآخرين. قضية يعني في كل المنطقة هناك قضايا مشابهة تتطلب نوع من جبهة أوسع لمواجهة الطغيان. أعتذر إذا خرجت عن موضوع الكلمة، والسلام عليكم ورحمة الله.